منذ أواخر عام 2009 وحتى أواخر 2010 كان عبد الرحمن يوسف منسقاً للحملة الشعبية التي انطلقت لدعم البرادعي، وطبيعياً كان الإنترنت بكل وسائطه المختلفة وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي هو الأداة المثلى لتفعيل هذه الحملة. ومن وجهة نظر عبد الرحمن أتت الحملة ثمارها. تأثير المدونين سيقل لأنه التدوين في النهاية عبارة عن كتابة في الفضاء الإلكتروني. الآن فكرة الفضاء الإلكتروني تمر باختبار عسير. نحن كنا نكتب على الإنترنت لأننا لا نستطيع أن نتواصل مع الناس في الشارع. الآن في هذه اللحظة أنا أقول لك الناس يريدون أن يروا قادة سياسيين وجها لوجه، لا يريدون أن يكتفوا بشخصيات وهمية في الإنترنت. وبرغم الدور الملحوظ للتدوين ولمواقع التواصل الاجتماعي في نجاح مهمة عبد الرحمن، إلا أنه أكد على أن دور هذه المواقع قد يتراجع في الفترة القادمة ولن يكون له نفس التأثير السابق على الساحة المصرية. استطعنا من خلال جروب على الفيسبوك، لأن عدده وصل عدده إلى 250,000 تقريباً، استطعنا أن نتواصل مع الناس من أجل كثير من الفعاليات في الشارع. كان لنا عدة مواقع على الإنترنت، جمعنا التوقيعات على بيان معا سنغير. استقبلنا آلاف من طلبات الانضمام والتطوع في هذه الحملة. وإذا كان هذا هو رأي عبد الرحمن، فإن عددا من المدونين ومنهم الصحفي الشاب محمد غالي يؤكد أن دور هذه المواقع لن يتغير وسيظل دائما وأبدا نافذة مهمة للتعبير عن الآراء السياسية والفكرية المختلفة. أعتقد أنه هيتنامى بشكل كبير في الفترة الجاية، رغم أن احنا بنقول أن قد يكون الكبت وقمع الحريات هو اللي ساهم بشكل كبير أن في ظهور المدونات، لكن في مناخ حرية، في مؤسسات إعلامية بشكل كبير هتتحرى معلومات كبيرة، تم الاعتماد على شباب من المدونين عشان يقوموا بوسائل إعلامية بشكل كبير. لكن أعتقد الدور ده هيتنامى، والدليل على كده أن احنا شفنا مثلا المجلس العسكري المصري قرر أنه يتواصل مع الناس المدونين أو بيقوموا بعمل التدوين سواء على الفيسبوك أو على تويتر بصفحات. جميع الأحزاب القوى السياسية دلوقتي بتعمل صفحات على الفيسبوك وعلى تويتر عشان تتواصل مع الناس. من التدوين إلى فيسبوك مرورا بتويتر، يرسخ هذا النوع الجديد من الإعلام يوما بعد يوم دوره الفاعل في تشكيل مستقبل مصر وإعادة تنظيم أوضاع مختلف القوى السياسية، سواء من شارك منها في الثورة أو حتى من كان مناوئا لها.